السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. اليوم إن شاء الله فيديو سريع عن موضوع أنا بعتبره موضوع مهم بصراحة، ممكن بعض الناس يستبسط الفكرة أو الموضوع، لكن هذا موضوع مهم بحافظ على البيانات وبحافظ على ما نضيع أي بيانات، خاصة العدد. يعني في بعض المحركات بيجينا عليها ورنيش قاسي جدا جدا، فإحنا لما نسحب الملف اسمعوا صوته زي الحجر، يعني صوته، فهذا بيكون صعب إنه إحنا نعده نفكفكه عن بعضه ونعده، لكن إحنا بطريقة بالتسخين بطريقة يعني سهلة وتسخين خفيف جدا بنقدر نفكفك الأسلاك كل سلك لوحده، وبالتالي بنستطيع عده بشكل دقيق جدا. أما إنه إحنا نيجي عليه زي هيك وندق عليه بالشكوش على أساس نفتح الأسلاك نبعدهم عن بعض ما بزبط، وخاصة لما نكون سلك رفيع، يعني هذا محرك صغير سلكه رفيع، يدوب يكون سلكه هذا تقريبا 2.5 دزيم، فرح السلك يتقطع أصلا وأنت بتدق عليه. فالحل له إنه تسخن تسخين خفيف، أنا رح أورجيكم الآن كيف رح أسخنه بشكل جيد. والآن بنار هادية جدا وبنسخن شوي شوي، وخليه يأخذ معنا بعض الوقت يعني وإحنا بنسخن فيه. طبعا بنسخنه بالكامل بهذا الشكل مع تحريك النار وعدم تسليطها على مكان واحد زي ما انتم شايفين هيك، يعني تكون النار خفيفة ما إلها صوت، حتى على أساس إنه سلك رفيع بلاش إنه يذوب، إحنا ما بدنا إياه يذوب، إحنا بدنا إياه يتفكك عن بعضه فقط، ما بنسلط على جهة واحدة، بنلف على كل الجهات زي ما أنتم شايفين، وبنضلنا هيك لغاية ما السلك يعني ما يطلع نار. يعني الآن لو أشيل النار عنه أنا بضل السلك محترق، لاحظوا، يعني بنضلنا حاطين النار احنا لغاية ما السلك لما نشيل البوري عنه يطفي ما يكون في عليه نار، هيك بكون كل الاوساخ وكل الورنيش راح عنه. طيب خلوني بس انا احرقه وارجع لكم. طيب والان لاحظوا بنحط النار الاسلاك ما بتولع، لاحظوا يعني كان لما كنا نحط النار أول كانت الأسلاك يظل فيها نار مولعة، الآن الأسلاك النار ما بتولع فيها. خلوني بس أعليها شوي عشان تبين واضحة، لاحظوا يعني السلك الآن بصير لونه أحمر بس ما بيحترق ما بولع، هيك بكون كل الشوائب اللي فيه راحت، لاحظوا. يعني انتوا لاحظوا لما اشيل البوري ما بولع السلك. بيظلوا احمر بس ما بولع السلك. والان بورجيكم كيف بنفك الاسلاك. والان صارت عندي بهذا الشكل، طبعا هي سخنة شوي لساتها، بنلف السلك هيك وبعدين ضرب خفيف هيك على الطاولة، لاحظوا. لاحظوا كيف السلك كل سلك لوحده، صار عندنا كل سلك لوحده، وهيك بنقدر نعده بكل أريحية وما بنضيع لا بيانات عدد ولا شيء، أفضل من الدق عليه. هاي وهي الثانية مثلا، ها بس مجرد دق خفيف، هي سخنة شوية، ها لاحظوا لاحظوا بنقدر نعده بالسلك كله بفك عن بعضه. وهي هي معلومة اليوم مع بساطتها، لكنها ضرورية جدا على أساس إحنا نحافظ على البيانات وما نضيعها، وإن شاء الله تستفيدوا من هاي المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار
والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.